أوزمبيك وحقن التنحيف الشهيرة حققت ثورة في التخلص من الوزن الزائد بسرعة، لكن تأثيرها على العضلات يثير القلق. باختصار، هذه العقاقير تفقد الوزن بسرعة، لكنها تجعلك تخسر عضلاتك بسرعة أيضاً، وبالتالي تجعلك تشعر بالتعب وعدم القدرة على القيام بالأنشطة اليومية بسهولة. هذا وضعي. المشكلة طبعاً تتفاقم مع تقدم العمر وفقدان الكتلة العضلية بشكل طبيعي. والسؤال، هل أستطيع بناء العضلات مع استخدام أوزمبيك؟ الأبحاث تقول إننا نفقد ما بين 3-5% من كتلتنا العضلية في كل عقد بعد بلوغ سن 30. لكن البعض قادر على تحدي الزمن. من السوشيال أعددنا لقطات المؤثرين أعمارهم فوق 60 و70، لا يزالون في أفضل شكل وعضلاتهم في أحسن حال. نتابع. ومن السوشيال ميديا أيضا، دكتور أنيت بوسورث أخصائية الطب الباطني تحذر من تأثير أوزمبيك على كتلة العضلات. أيضا نتابع ما قالته الطبيبة. Ozempic should not be allowed for weight loss. Mark my words. Put them in a time capsule and open it in 15 years. Ozempic has a remarkable weight loss. But what they didn't focus on is that when these people are losing weight, they are losing muscle mass at a way higher rate than they should, especially in elder patients. When you lose that much muscle mass, you cannot gain it back without extreme measures. The chemistry behind how they're losing that weight is really a starvation weight loss. This is the kind of weight loss that will decrease their immune system, decrease their bone density, decrease their muscle mass, and decrease their longevity. وينضم إلينا في الاستوديو مدرب اللياقة البدنية الكوتش جانتي شعبان. صباح الخير. صباح النور. صباح الخير كوتش. أهلا وسهلا بصباح العربية. يعني سؤال بديهي أولي، لماذا يشعر الشخص بالضمور العصبي والعضلي عند استخدام هذا الدواء أوزمبيك؟ ما بعرف إذا بنسميه دواء أولا. أي دواء، لأنه مش شغلة صحية هو بالأصل. طيب ليش بصير هيك انكماش أو ضمور عصبي وعضلي للشخص؟ في كثير من المروجين وهم أطباء بالأصل يروجون للأوزمبيك كحارق دهون. أوزمبيك مش حارق دهون، أوزمبيك يسد الشهية، يخلي يسبب لك غثيان، يسبب لك مشاكل صحية كثيرة بسبب انسداد الشهية. العضلات بالجسم إذا، والجهاز العصبي أصلا مو بس العضلات، إذا ما وجد تغذية أو مصدر طاقة يدخل للجسم أكيد راح ينهار. بروتين يعني؟ whatever، سكر، سكر طبعا احادي، بروتين، كربوهيدرات، اذا ما توفرت هذا للجسم راح يصير يسبب له انهيار وضمور بالعضلات وضمور بالحاله النفسيه وممكن مزاج سيء. فهذه هي اعراضها، شيء طبيعي. طب الغثيان او هي الحاله اللي بتسببها هي الابار اوزمبيك مونجارو او غيرها، كمان بتخلي بعض الناس يشعروا انه ما عندهم طاقه، مثل ما انت حكيت انه يعملوا تمارين رياضيه لبناء الكتله العضليه. طب نحن شو نعمل بهالحاله اذا كنا يعني اذا ما كان عندنا حل ثاني غير ناخذ هي العقاقير؟ وبعض الناس بياخذوها لانها بتعالج داء السكري. تمام، خلينا نشوف داء السكري بتعالجه ليش، لان هذا الشخص شره بالاكل، ياكل كميات كبيره. ثاني شيء، مو انت تاخذيها، مو انت تاخذها، ياخذها الشخص وصل لمرحله دهنيه مزعجه جدا بحيث انه ما يقدر يسوي كنترول على نفسه. لكن مع الاسف حاليا المشاهير المذيعين، مو انتم المذيعات، يلجؤون لهذا الشيء لانه اخف عليهم على انه ما ياكل. طيب فهي جانتي، سؤال بسيط وعادي، ليش يسبب الكثير أوزمبيك، بنحكي عن أوزمبيك طبعا، ليه بيسبب كثير من الترهلات السيلوليت عند الشخص؟
أول شيء ليش في ترهلات؟ لأنه ما في عضلة أسفل هاي المنطقة اللي فيها ترهلات، أي مكان بالجسم. لما في يجيني شخص بيقول لي مثلاً أو بنت، خصوصاً البنت مثلاً، أكثر البنات عنده سيلولايت ترهلات بالهامسترينج، المنطقة الخلفية صح. للأرجل. ليش؟ لأن هاي بالفخذ كمان مش بس الأرجل. بس الأكثر بهذه المنطقة. أوكي. ليش؟ بسبب عدم تحركها، عدم ما فيها حركة، ما فيها عضلة تتحرك دائماً. يعني الأمامية بتكون أقل من الخلفية. لحظة بس، مرات الرياضة الزائدة بتسبب سيلولايت. خصوصاً الأوزان العالية للبنات. ليش؟ لأنه ما في تستوستيرون، في أيستروجين بجسمه. فالأيستروجين نتعامل معه كأنه كورتيزول، كورتيزون بحب السوائل والدهون مجرد الضغط أو الإجهاد. طب شو الحل الواحد يحافظ على جسمه مع أوزمبيك؟ الثقافة الرياضية، الثقافة التغذوية. مع تناول أوزمبيك؟ مع تناول أوزمبيك مستحيل رح يأكل، لكن يهتم بالسابلمنت، يعوض النقص اللي قاعد يصير عندنا عن سابت التغذية. بالمكملات الغذائية. السابلمنت بشكل عام، لكن السابلمنت بيكون صحيح اللي يحتاجه. نحن حكينا أخذنا سابلمنت هي المكملات الغذائية وانتبهنا على موضوع الغثيان وفقدان الشهية من ناحية عضلية، من ناحية رياضية، كيف نحن بنقدر نضل عم مستمرين ببناء العضل مع أخذ هذه العقاقير؟ مستحيل، غير ممكن. في كثير مشاهير أنا أشوفهم عندي بالجيم، وفي عندي شخصين يجبرون نفسهم على استخدامها، ويجي لعندي أقول أنا ما أقدر أدربك، أنت ما عندك طاقة، ما عندك أنيرجي، ما يعني يجي تعبان، حتى ريحة جسمه تختلف. مصيبة إذا بس تمام موضوع الريحة. إيه شيء مزعج. أنا دا أشوف هذا الشيء من عندهم، يعني لما يجيني شخص مثلا بنت قاعدة الصبح وضربة فنجان قهوة ومش فاطرة وتجي للجيم بعد 4 ساعات 5 ساعات، إجبار الريحة تكون موجودة، المعدة فاضية والنفس وضعه سيء والجسم ما في تغذية، فالجسم ما يتقبل هذا الشيء. أسلوب الحياة الصحي، وجبات تغذية صحيحة مثل ما يحتاجها الشخص، هذا أجمل شيء ممكن يمر به الشخص بالحياة. مين أقل ضرراً من هالأدوية اللي بنشوفها؟ أوزمبيك، مانجارو، شو رأيك أنت؟ واحدة أسوأ من الثاني. مين الأسوأ؟ مين الأسوأ؟ مين الأوزمبيك؟ ليه؟ أكثر من مانجارو. أوزمبيك كلش قوي وسريع، أقوى، يرفع درجة حرارتك، يسبب لك مشاكل نفسية وعصبية، ينزل الوزن بسرعة. مع العلم المنتج الثاني أخف من عنده، يعني مثلا لما نحكي احنا بالجروث هرمون، في بيبتايد بالجروث هرمون، هذا كمان عاملين كأنه شكل بيبتايد، كأنه بيبتايد، عاملين منتج صعب قاسي جدا ومنتج أخف منه ضرر. بس يا كوتش جانتي، الواحد بحب يروح على الجيم ويخسر وزن ويمارس الرياضة، بس برضو في آثار جانبية، الركب، الظهر، الرقبة، بتوسبس تمزق في الـ في الـ في الأعصاب أحياناً. تمام. تمزق، يعني شو الحل؟ هذا لا، إذا ما رحنا على رياضة مصيبة، وإذا رحنا على رياضة برضو مصيبة. شو الحل؟ الحل إنك تتثقف قبل ما تروح للجيم. أنا ليش رايح للجيم؟ ما مطلوب منك إنك ترفع أوزان، مطلوب منك إنك تربط جهازك العصبي والعضلي مع بعض عشان تتمتع حتى بالحركة. في كثير ناس لما يروحون للجيم يروح بشكل عشوائي، مجرد يركز على الأوزان ورفع الأوزان وانتهى. ما يصير، هاي ثقافة. لعبة كمال أجسام ودخولك للجيم ثقافة، ضروري أنه الشخص ليش ويعرف الهدف اللي فايت فيه للجيم، ما مجبور ترفع أوزان لأنه هو بالأصل تمزيق. أنا من أرفع وزن عالي لأمزق العضلة عشان يصير فيها استشفاء علشان تنمو. صحيح. في ناس لما يروحون للجيم ما يحتاج أنه يمزق العضلة، لكن يحتاج أنه يعمل أكتيفيتي علشان يصير عنده فات برنر. كل الناس حسب أجسامهم، مش كل الناس. مليون بالمية. طيب كوتش جانتي، حابين نستفيد من وجودك معنا. نحن سألنا بعض متابعينا على وسائل التواصل على فيسبوك، وحابينك لو تقدر أنك تجاوب على أسئلتهم بشكل سريع. السؤال: ما هو سؤالك للكابتن جانتي حول بناء الكتلة العضلية؟ جاك كشاف يسأل: الكرياتين أفضل ولا الأمينو؟ كل واحد له وظيفته. الكرياتين ياخذ شخص متقدم، ما يصير ياخذ شخص ما عنده جسم عضلي. ضروري ياخذ شخص عنده كتله عضليه، يحتاج الكرياتين علشان ياخذ الكرياتين. اذا ياخذ شخص مبتدئ مثل قلته، وممكن يسبب له مشاكل بالكليه بالجفاف وترسبات. في سؤال ثاني، حساب باسم نعلم يسال: ما هو الوقت المناسب للتمرين في حال عم اتمرن لبناء كتله عضليه وزياده الوزن؟ الافضل انك تكون ماكل وجبتين، بعد وجبتين من الأكل، وجبتين صحن. في ناس بدهم تقول له وجبتين شوكت، ينصدم. الوجبتين وجبة يعني هي وجبة لاعب كمال أجسام مثلا، بيضتين وشوية بندورة أو شوية جبنة، هاي وجبة، انتهى الموضوع. سندويشة صغيرة، هاي وجبة. في ناس كثير ماخذين موضوع الوجبة على أنه طبقين ثلاثة من الأكل، فهذا ما بيشتغل. بس مش ممل هالحكي أنك دائما تكون وجباتك ممل؟ لكن هذا سبب التميز. بس بعدين تتعود؟ أبداً، يصير نظامك، يصير تتبرمج. أنت أصلاً المعدة مالتك تتقلص حجمها لدرجة أنك
تاكل اي شيء بسيط تقول خلص. امتى اخر مره اكلت وجبه كبيره بصراحه؟ وجبه كبيره والله زمان ناسي نفسي. مع انك بالعراق بتاكل وجبات ما شاء الله. بالعراق انا تبرمجت طلعت من الموضوع. تعرف في مقوله شهيره بتقول حتى توصل للاشياء المسليه والناجحه لازم تعمل اشياء ممله وصغيره. اتفق. طول الطريق تمارس اشياء ممله وصغيره حتى نقدر نلاقي هذا هو التميز بين شخص انسان عادي وجسمه بسيط سمبل عادي مثل اي شخص، بين انسان مميز جسمه حلو والناس باو عليه كانه ستار نجمه. نعم. على كل حال كان معنا مدرب اللياقه البدنيه جانتي شعبان، شكرا لك. تضلك معنا للفقره الجايه.